اسعد الله مساكم كل خير مشاهدينا متابعينا، نرحب فيكم معانا في حلقه جديده متجدده من برنامجكم الشبابي اليومي المنوع شباب قول وفعل. هذا البرنامج اللي نطلع عليكم فيه من خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت قناه سبورت الرياضيه يوميا من الاحد ليلة الاربعاء. ومساك الله بالخير يا بدور. مساك الله بالنور والكرامه اخوي بدر، يا هلا يا مرحبا في مشاهدينا الاعزاء، حياكم الله بهذه الاطلاله الجديده من برنامجكم اليومي برنامج شباب قول وفعل. هذا البرنامج اللي طلع عليكم عبر قناة كويت سبورت، نحييكم من دولة الكويت وين ما كنتوا في هذا البرنامج المنوع والشامل في مواضيعه. نذكركم إذا كانت عندكم أي مبادرة أو أي فكرة حابين أنكم تطلعونها على المجتمع وكذلك نسلط الضوء عليها أو نلقي الضوء عليها من خلال هذا البرنامج، كل اللي عليكم أنكم تسوونه تتواصلون معنا عبر مواقعنا بالتواصل الاجتماعي شباب Q8 TV، بالإضافة طبعا إلى إيميل البرنامج شباب Q8@hotmail.com. اليوم طبعا مواضيعنا ما زلنا للأمانة نتكلم عن آخر مستجدات فيروس كورونا وتطوراته، وأيضا طبعا وزارة الإعلام مشكورة سخرت جميع برامجها لتسليط الضوء على هذا الفيروس المنتشر عالميا. كل هذا وزيادة أكيد راح نتكلم عنه بدر، لكن اليوم شنو عندنا؟ أكيد اليوم عندنا موضوعات مرتبطة في الموضوع اللي ذكرتيه في الأول وهو الفيروس، فيروس كورونا. هذا الفيروس اللي عانى منه كل العالم للأسف، ربي إن شاء الله يشافي وعافي كل المصابين في هذا الفيروس، وأيضا نقول الناس اللي موجودة اليوم في دولة الكويت في الحجر الصحي المختلف في أماكن في منتزه الخيران أو في الجون أو في فندق الكوت، فنقول لهم الصبر. وهذا أكيد وزارات الدولة اللي هي مثلا الصحة ما تبي إلا صالحكم ومصلحتكم في كل ما يخص هذا الفيروس. صحيح بدر، وكذلك يعني تميزت وزارة الصحة في نقل الخبر وشفافية الخبر، فعلا هذا دل أن وزارة الصحة وجميع المؤسسات والهيئات الحكومية المختصة في الدولة والمختصة كذلك في الاهتمام في تقليل الحد من انتشار هذا الفيروس فعلا تعمل على قدم وساق في تقليل ووقاية جميع المرضى. اليوم طبعا صرح الناطق الرسمي في وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند بأن الحالات وصلت إلى 69 حالة، تشافوا منها حالتين، فوصل الرقم طبعا إلى 67 حالة. نتمنى إلى جميع المصابين الشفاء العاجل، ونطمن السادة المشاهدين أن لحد الآن ما عندنا حالات وفيات، يعني الله لا يقوله ويبعد الشر عنا وعن السادة المشاهدين. أكيد الحمد لله، وربي شافي وعافي مثل ما قلنا كل المصابين، وإن شاء الله يفرج الهم عن نقول البقية وهم من هم في الحجر الصحي، وعودتهم إلى أهلهم إن شاء الله سالمين غانمين. خلونا الحين مشاهدينا نطلع معاكم فاصل، نشوف فلاش توعوي عن فيروس كورونا، وبعدها نتعرف على ضيوف فقرتنا، خلكم ويانا. إرشادات صحية للمسافرين أو القادمين من مناطق موبوءة ظهر فيها فيروس كورونا المستجد. عزيز المواطن والمقيم، وزارة الصحة تتمنى لكم سفرا آمنا، وتدعو المسافرين أو القادمين من مناطق موبوءة ظهر بها المرض باتباع النصائح التالية: غسل اليدين باستمرار بالصابون لمدة 20 ثانية كلما لمست أي سطح يشتبه في أن يكون ملوثا، استخدام المنديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم والأنف به ثم التخلص منه في سلة النفايات، وإذا لم يتوافر المنديل فيفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع وليس على اليدين. تجنب الأشخاص الذين يشكون من أعراض مشابهة لمرض الإنفلونزا. الامتناع عن لمس الأنف والأذن والعين أو الفم قدر المستطاع. تجنب التقبيل والمصافحة عند التحية لمنع انتقال العدوى بالرذاذ. عدم التواجد في الأماكن المزدحمة قدر المستطاع. زيارة أقرب مركز صحي عند بداية ظهور أي أعراض شبيهة بمرض الإنفلونزا أو كحة وضيق تنفس. لبس الكمام الواقع عند الاختلاط مع الآخرين الذين يشتبه بإصابتهم بالمرض. مسح الأسطح الملوثة بالمواد المطهرة الموجودة بالسوق من الصيدليات، أو استخدام الكلور المخفف بالماء بنسبة 1:9. العمل على تهوية غرفة المريض جيدا. حافظ على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي وعدم أكل اللحوم النيئة والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم. المحافظة على النظافة العامة واتباع العادات الصحية السليمة. تجنب الاتصال المباشر أو الغير مباشر مع الحيوانات، الجمال أو الطيور، أو تناول الأغذية والمشروبات من أماكن مجهولة المصدر أو النيئة.
عند معاناتك من أحد هذه الأعراض: العطاس والكحة والحمى وضيق في التنفس وقيء أو إسهال في خلال فترة 14 يوما، يجب عليك مراجعة المركز الصحي التابع لمقر سكنك وإبلاغ الطبيب بالأعراض وبمكان وجودك والمخالطين خلال تلك الفترة، حرصا على صحتك وصحة المجتمع حولك. طبعا مشاهدينا الكرام، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك في ظل التكنولوجيا المطورة، تسعى دولة الكويت على فعلا أنها تعمل بكل جهد وجد من خلال كوادرها الوطنية في نشر الوعي من خلال برامج مختصة لفيروس كورونا المستجد. يسعدني طبعا أن تتواجد معنا اليوم سندس الفارسي، صاحبة مبادرة برمج لأجل الكويت، وكذلك هي سفيرة كويت جديدة 2035، وأيضا أصغر صحفية تكتب مقالات علمية ناقدة، أيضا بالنسبة طبعا لإنجازاتها وحاصلة على وسام دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مبرمج معتمد في الشركة العالمية منظم IBM ومجموعة مبرمجي جوجل في فرع الكويت GDG جوجل ديفلوبر جروب، وكذلك مرشح لتكون خبير في شركة جوجل GDE جوجل ديفلوبر اكسبرت، وايضا ما شاء الله تبارك الرحمن المسميات كثيرة، مبرمج مواقع ويب وأجهزة ذكية ونظم معلومات جغرافية، حاصلة على جائزة التميز عام 2019. ما شاء الله اليوم نشوف فعلا بنات الكويت أبدعوا في شتى المجالات. بالإضافة طبعا راح يساندنا اليوم كذلك الدكتور وليد العلي، رئيس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في كلية الصحة العامة بجامعة الكويت. يا هلا ومرحبا فيكم، ويسعد لي أيامكم، وحياكم الله في برنامج شباب قول فعل. الله حياك، تسلمين. حياكم الله دكتور وليد، وحياك الله سندس، ما شاء الله بدور ما هي قادره تخلص السي في. سي في جميل، وبالعكس احنا يعني نفتخر جدا في تواجدك ويانا في البرنامج، تواجدك ايضا دكتور، وهل السي في الجميل الكبير هذا اللي حصلت عليه من خلال الدراسات وطبعا اهتمامك في مجالك. خلينا نبلش وياك سندس، كلمي لنا شوي عن مبادره كورونا انسايت. تمام، مبادره كورونا انسايت طلعت من صميم عملي وتخصصي في مجال التكنولوجيا. لما قبل ينتشر عندنا الكورونا بالكويت، جتني فكرة ان انا احاول ادمج التكنولوجيا بحيث ان اطلع انسايت، رؤية حق الواقع اللي قاعد يصير بالعالم كله. ليش؟ لان اساسا هذا العلم اللي هو علم الداتا ساينس، اللي هو علم البيانات، والماشين ليرنينج اللي هو تعلم الآلة، والارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي، هذيل العلوم أساساً وجدوا عشان يحلون المشاكل اللي الحلول التقليدية مو قاعدة تحلها. ففكرت قلت ليش ما نحاول أن إحنا على الأقل تطلع من عندنا من الكويت دراسة حق الموضوع اللي قاعد يصير، وننشر هذه الدراسة إعلامياً، ولكن هذه الدراسة لازم تكون مبنية على معلومات موثوقة. فعلا تواصلت مع منظمة الصحة العالمية وقدرت أن أنا أخذ منهم معلومات عن الوضع الكورونا بالعالم من أكثر من دولة، بحيث أن نقدر نشتغل عليها. فكانت بدايتنا أن نأخذ هذه المعلومات ونحللها إحنا كتكنولوجيين، وبنفس الوقت نعطيها حق الأشخاص الثانيين اللي هم في مجال التكنولوجيا، وأي دراسة ممكن أنها تطلع نقدر نشاركها مع منظمة الصحة العالمية. ولكن الفكرة كبرت أكثر، قلت ما ينفع نحط بس تكنولوجيين، لازم يكون عندنا دومين اكسبرت، الناس المختصين بالطب نفسه بالمجال. فقلت خلنا نجمع العقول الذكية اللي عندنا بالكويت. أنا يعني ما شاء الله عندنا بالكويت أشخاص والله أني أنا أتشرف أن أنا أشتغل معاهم. نعم، منهم الدكتور وليد العلي. فعلا يعني ما شاء الله ناس سمارت وخذوا جوائز كبيرة، والله العظيم ان انا قلت لو جمعنا هذه العقول انا متاكده ان بنطلع بدراسه نفخر فيها. نعم، وهذه حزه ابناء الوطن انهم يثبتون وجودهم، وخصوصا الكوادر الطبيه. يعني احنا ما نستغنى اليوم ونشوف فعلا وزاره الصحه وكذلك جميع الاطباء والعاملين والمختصين في مجال الطب لهم فعلا اثر كبير على انفسنا، وان شاء الله يكون هذا الاثر ايجابي. دكتور وليد، كلمني عن انضمامك لهذه المبادره او هذه الفكرة.
هي بصراحة طبعاً أولاً أشكركم على الاستضافة. بصراحة هي فكرة ممتازة وجميلة جداً. يعني أنا شفت في أنا اشتغلت في أمريكا لفترة. نعم. وشفت المبادرات اللي هي تجمع علماء ويشتغلون على غاية واحدة وهدف واحد. فلما أنا سمعت عن الفكرة من دكتور عبد الله الشمري، هو أحد الأعضاء في الكورونا إنسايت. نعم. وكنا نتكلم عن الموضوع الكورونا وكيف ممكن نتعاون بحثياً أنا وياه، هو دكتور في جامعة الكويت. فحكى لي عن انه في انيشيتيف في عن الكورونا انسايت، وحكيت له انا ابيديميولوجيست متخصص في علم الاوبئه، فتكلمنا انه هذه فرصه جيده انه انا انضم للمجموعه. انا كثير كنت انترستد بالموضوع، مهتم، وحاليا انا جزء وعضو من المجموعه. طبعا شكرا للاستاذه سندس لهذا الانيشيتيف كبدايه. يعني هذا شيء راح يميز الكويت بصراحه، شيء مميز وشيء راح نستغله إن شاء الله في مش بس للكورونا ولأمراض مختلفة وأفكار مختلفة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تلقى الدراسة هذه، المجهود اللي أنتوا فيه، وما شاء الله عليك الفريق اللي جمعتيه، عسى ربي إن شاء الله يوفقكم على مجهوداتكم هذه. سندس، إذا نتكلم أيضا عن هذا المبادرة، مثلا هالمبادرة اللي هي كورونا إنسايت، كلمينا عنها بشكل مفصل أكبر، إذا نتفصل فيها نقول هذه أو مثلا متى بديت الشغل عليها؟ تمام. المبادرة، أنا تقريبا بديت الشغل على هذه المبادرة يمكن قبل شهرين. حلو. قبل شهرين اول ما طلعت سالفه الكورونا فكرت، قلت هل معقوله احنا نقدر ان، لان علم الماشين ليرنينج والداتا ساينس هو يحل مشاكل، غرضه يحل مشاكل ويطلع لك رؤيه، هل معقوله نقدر ان نطلع بدراسه بالكويت؟ قعدت احاول، كلمت وايد اشخاص مجالي، قالوا لي وايد صعبه انك انت تتواصلين مع منظمه الصحه وتاخذين البيانات وتجمعين العقول، لكن انا بالنسبه لي هذه التحديات احب ان ادش فيها. فقلت لا، أنا لازم أن أحاول وأشوف الموضوع. فتقريبا قبل شهرين أنا كنت قاعدة أحاول، بعدها فجأة وقت إحنا أعلننا قبل، يعني قبل ما أعلننا بيومين، أعلننا بيومين كان ينتشر بالكويت. قلت كنا صارت وقتها، الحين صار وقت الصجية، لازم أنه نبلش صج. وبلش عاد بلشت أدخل الدكاترة معي أكثر، يعني ما شاء الله أنا يمكن بالبداية كانوا تقريبا 3 دكاترة. حلو. بعدين زادوا، في ناس بلشوا يتواصلون معي من يعني ما شاء الله بالفترة هذه الشهرين شلون قدرتوا توسعين هالمحيط هذا؟ ايوه، وانا قاعدة افكر اوسعها خليجيا، بس خلينا نطلع الحين بالاول ان شاء الله بالكويت. ان شاء الله، بس اول شيء خلينا نطمن على عيالنا وبعدين ان شاء الله باذن الله باذن الله. فحتى تواصل معي والله واحد من الدكاترة هو بكندا، دكتور ابراهيم المسعود، هو كذلك هم متخصص بعلم الأوبئة والجينات. جميل. وهو موجود اوريدي هناك، قاعد يحاول انه يلاقي فاكسين حق واحدة من الفيروسات. فحسيت هي فرصة له وفرصة لنا وهو مكسب لنا كذلك ان احنا نضمه حقنا. بس خل احاول اشرح حق الاشخاص الجمهور ان شنو اساسا فكره كورونا انسايت. نعم، واحنا حابين كذلك نعرف استاذه ان ما هي العلاقه ما بين التكنولوجيا وفيروس كورونا. بالضبط. شوفي، هي اساسا كورونا انسايت انا اعتبرها حركه تكنولوجيه شبابيه كويتيه، بحيث ان احنا نقدر نفرض قيمه هذا العلم بالكويت عندنا. كل الاشخاص اللي معاي مؤمنين بفكره هذا العلم. الكورونا مو هدفنا الأساسي، إحنا بدايتنا الكورونا. إحنا نبي نكمل أكثر من كذي، لأن إذا هذا العلم فعلاً وصل للكويت وقدرنا نطلع بإنسايت بمبادرة كورونا إنسايت، راح ياخذ يعني صدى كبير هذا العلم، لأن فعلاً هذا العلم هو علم على قولتهم أنه وجد عشان يحل هذا النوع من المشاكل. أكيد طبعاً، وما نستغنى طبعاً عن كوادرنا الطبية. اليوم أكيد. نشوف دكتور وليد العلي، هو يعني رئيس قسم في جامعة الكويت ولا علاقة في الأوبئة وغيرها. اليوم شنو دور جامعة الكويت في نشر الوعي الصحي؟ طبعاً جامعة الكويت، أنا في كلية الصحة العامة في قسم علوم الأوبئة، إحنا لنا دور في طبعاً اللي هو إرسال الرسالة الواضحة والتوعية من خلال السوشيال ميديا، والتوعية لطلابنا، طلاب البكالوريوس وطلاب الماجستير، والتعاون مع وزارة الصحة كأكاديميين يعني. نعم. فهذا أحد المجالات اللي احنا نعمله في عندنا في القسم وفي في الكلية، اللي هو التوعية على المجالات. وفي عندنا مجالات الأبحاث، طبعا الأبحاث اللي علاقة بالأمراض المعدية بشكل عام. نعم. والأوبئة، وبشكل خاص في عندنا حاليا يعني انيشيتيفز علشان مرض الكورونا، كيف تقصي الوباء، ونعمل ماثماتيكال موديلنج اللي هو النماذج الرياضيه عشان نفهم احسن
كيف انتشار المرض، وكيف إذا عملنا interventions معينة، خطوات معينة، ممكن نقلل المرض على زمن وعلى انتشاره في مش بس بالكويت، بشكل عام في العالم يعني. إذا نتكلم دكتور أيضا عن هذا الفيروس، وأيضا اليوم المبادرة هذه اللي هي كورونا إنسايت، فاليوم أنت بمشاركتك في هالمبادرة من ضمن الفريق اللي مكون وطبعا يساعد فيه أختنا سندس، شنو تشوف من خلال الشهرين هذيل اللي طافوا ووصلتوا له مثلا من دراسات، شو اللي توصلتوا له بأن نقول اليوم من البيانات اللي موجودة أو مثلا تستوضحونها لنا؟ طبعا إحنا مراقبين الوضع اللي وضع الكورونا وانتشارها مش بس بالكويت بس بالعالم، يعني في المنطقة وفي العالم، والبيانات موجودة في منظمة الصحة العالمية، وفي بيانات موجودة في وزارة الصحة. يعني أنا على اطلاع أنه وزارة الصحة عندنا في الكويت يدخلون بيانات يومية عن الحالات وعن الناس اللي في الحجر الصحي والعزل، في بيانات، يعني في بيانات كثيرة موجودة. وإحنا حاليا نشتغل على بروبوزل أنه نطلب منهم أنه إحنا هذه البيانات يتعاونوا معنا من خلال الخبرات الموجودة في كورونا إنسايت، نشتغل على بحث وعلى دراسة اللي هي تخدم الكويت وتخدم المنطقة. يعني يا ريت زي ما حكت الأستاذة سندس يكون في تعاون خليجي طبعا، لأن في تشابه كثير بين في الكويت والدول الخليج، تعاون مجلس التعاون. فإن شاء الله هذه الدراسات إن شاء الله راح تيجي، وراح من خلال المجموعة، مجموعة الخبراء، نشتغل على هذه الأبحاث وعلى هذه الدراسات، ويكون إنه نتائج قيمة للبلد إن شاء الله. إن شاء الله. سندس طبعا كلمينا عن كورونا إنسايت أكثر، هل ممكن يعني هل يفيد فقط الكوادر الطبية أو يفيد أي شخص ممكن يدخل على نقول هذه البرمجة أو هذه الفكرة؟ حلو، خل أحاول أوضح أكثر شنو علاقة التكنولوجيا كورونا أو بشيء طبي. حلو، بالنسبة حق التكنولوجيا مع الشيء الطبي، احنا نقدر نستخدم او نطلع predictions، تنبؤات على حسب البيانات اللي موجودة عندنا. تمام، خل اعطيك انا مثال بسيط. لو كان انا عندي معلومات موثوقة من الكويت، طالعة من دولة الكويت، حق الاشخاص المشتبه فيهم ان فيهم كورونا، تمام، مناطق سكنهم، انا ما تهمني معلومات الشخص كثر ما تهمني معلومات المجموعة. عندي أنا مثلاً معلومات الشخص المشتبه فيه أنه ساكن بمنطقة كذا، قبل دقيقتين كان بالمكان الفلاني، قبل ثلاث دقائق كان بالمكان الفلاني. نقدر بكل بساطة نطلع خريطة، الخريطة هذه توضح أماكن هذيل الأشخاص. فمعناتها شنو؟ معناتها الناس اللي مرة وهني هذيل هم ممكن يكونوا مشتبه فيه. نعم. فأنا أعطيتك إنسايت، أنا أعطيك التكنولوجي تعطيك إنسايت. She can solve a problem، هي تقدر تحل مشاكل في حالة إذا كان عندي المعلومات الصحيحة. مثال ثاني، لو كان عندي الصور الدقيقة حق الفيروس نفسه، نقدر ان احنا نقارنه بفيروسات ثانية. ممكن ان النتيجة النهائية اللي تطلع لي يبين عندي هذا الفيروس معدل جينيا، هذا الفيروس تطور بطريقة طبيعية، هذا الفيروس هو عبارة عن خليط من فيروسات ثانية وشنو. فهذا التكنولوجيا لو مزجناها مع الطب نقدر نطلع وايد امور، نقدر نطلع متى او عدد الاشخاص المصابين حول العالم، نسوي prediction، نقدر نطلع درجة سرعة انتشار هذا الفيروس بالعالم وليش قاعد ينتشر. فكل هذه المعلومات كلها بناء على البيانات اللي راح يتم تزويدنا فيها. احنا فعلا قدرنا ان نوصل حق اشياء وتفاصيل معينة، بس هذه المعلومات اللي عندنا معلومات منظمة الصحة العالمية حق دول ثانية، ما عندنا معلومات تخص دولة الكويت. تو الحين بلشوا دولة الكويت عرضوا عندنا موقع فيها هذه المعلومات، لكن أيضا هذه المعلومات بالنسبة لنا ما تعتبر ذاك الأهمية الثقل اللي نقدر أن نطلع منها معلومات أكبر. فحتى إحنا لما بلشنا كورونا إنسايت عشان نزيد الوعي بأهمية الأوبن ديتا، البيانات المفتوحة. فمثل ما قلت لكم، هي كورونا إنسايت هي بداية حق الوعي التكنولوجي في الكويت أو المشين ليرنينج والداتا ساينس. ممتاز. شنو ردود الأفعال اللي لقيتوها من بعد ما سويت هالمبادرة هذه؟ يعني نقول سواء كان مسؤولين أو من اللي حولك. والله أنا بالنسبة يعني حق الفترة القصيرة اللي طلعنا فيها إعلامي، إحنا من فترة نشرنا الموضوع إعلامي، لقيت يعني ما شاء الله أشخاص كبيرة قاعدة تأيد الفكرة هذه. حلو. وأنا ما توقعت صراحة أن الناس يعني تقدر أنها تستوعب الفكرة بسهولة، علاقة التكنولوجيا مع الطب. هالشيء وايد أسعدني.
ان لقينا فعلا ردود جباره من هذه المواضيع. وكذلك طبعا انا اشكر الجمعيات النفع العام الاسمي الدبليو دي سي اللي هم مجتمع المراه للبيانات، هذيل الجمعيات النفع العام كانوا من الناس المؤيدين الاوائل يعني على قولتهم، اللي دعمت الفكره يعني بطريقه ما تخيلها. حلو. احنا اساسا فكرتنا نبي نطلع كنا بمؤتمر وتوصيات وبحوث ننشرها بالموقع، اوريدي عندنا موقع خاص حق هذا الموضوع وناشرين فيه بعض التفاصيل، لكن الحين بسبب عدم التجمع اللي حاصل فشوي أجلنا الموضوع، عشان كذي ركزنا التغطية الإعلامية حق الموضوع، لكن إن شاء الله عندنا باك أب بلان راح تسمعون عنها عن قريب إن شاء الله. دكتور وليد، ما هي نقول رؤيتك لوضع فيروس كورونا المستجد في الكويت؟ طبعا هي الكويت جزء من العالم، يعني طبعا الوضع يعني في تسارع كبير حاليا في انتشار الفيروس وعدد الاصابات في العالم، حاليا اتوقع 110 الاف في العالم. نعم. كله طبعا. طبعا اذا تطلعي على تاريخ المرض وكيف يعني بدا في الصين وانتشر في شرق وجنوب اسيا ومن ثم يعني مشى غربا الى ايران والشرق الاوسط. نعم. ومن اوروبا ثم كذلك ومن ثم اوروبا ومن ثم حاليا في امريكا الشماليه والجنوبية وأفريقيا في كبداية يعني. نعم. طبعا الوضع في الوضع الكورونا كمرض يعني اختلف من بلد لبلد. في بلاد اللي هي كانت مستعدة للمرض زي الكويت، كانت مستعدة وزارة الصحة لاستقبال اللي من البداية اللي هي الطيارات اللي جت من إيران، في كان خطط واضحة واستعداد ممتاز، فقدرت أنه سيطر على المرض. في الوضع أنا أقول الوضع جيد جدا لممتاز في الكويت. نعم. مقارنة مع الدول الأخرى يعني. نعم. ما شاء الله يعني جهودهم مباركة في وزارة الصحة، الناس اللي نشوفهم طبعا بالسوشيال ميديا وفي التلفزيون والناس اللي هم الجنود المجهولة اللي موجودين في كل مكان، فنقول لهم يعطيهم العافية وبارك الله بجهودهم. نعم. وانتم بعد الله يعطيكم العافية وبارك الله فيكم. مشاهدينا خلونا نطلع معاكم فاصل نشوف فلاش توعوي عن الكورونا ونرجع نستمر مع ضيوفنا. الوقاية ضد فيروس كورونا. فيروس كورونا الجديد مرض بدأ انتشاره من الصين ووصل إلى عدة دول أخرى. تتخذ دولة الكويت إجراءات احترازية حيث زودت منافذها الحدودية بكاميرات حرارية لرصد الحالات المصابة بفيروس كورونا القادمة من الخارج. أعراض الإصابة بفيروس كورونا تشبه إلى حد كبير أعراض الإنفلونزا، كالسعال الجاف والحمى وضيق في التنفس. تنتقل العدوى بملامسة الأسطح الملوثة أو الرذاذ المباشر، لذلك يجب الحرص على اتباع إرشادات الوقاية المتمثلة في غسل اليدين بشكل منتظم، تجنب مخالطة من يحملون أعراض الإنفلونزا الحادة، ارتداء الأقنعة الوقائية في حال الإصابة بأي من الأعراض، تجنب الذهاب للمناطق الموبوءة. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا من جديد من بعد طبعا هذا الفاصل التوعوي الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. فعلا تميزت دولة الكويت حسب الإحصائيات بأنها فعلا تتميز بكوادرها الطبية من بعد كوريا الجنوبية، تعتبر الثانية عالميا في الوقاية من هذا الفيروس. دكتور وليد العلي، اليوم احنا نشوف الفيروس هذا منتشر واليوم وكذلك الناس ممكن عندها بعض الخوف والقلق، بحكم مجالك شنو ممكن نقدر نقول للسادة المشاهدين انهم فعلا يخففون من هذا او من حدة التوتر والقلق؟ يعني احنا بنحكي عنه الفيروس منتشر، فيروس الكورونا. انا برايي انه مش منتشر في الكويت، يعني انا اشوف الوضع بالكويت ما في داعي للخوف. ما في داعي ان الناس تقعد في البيت وما تطلع يعني بشكل عام. انا نفسي اطلع على المطاعم، احيانا بروح المول مع العيال، ما في خوف لانه
لأنه الريسك أو درجة الخطورة قليلة جدا في الكويت. والسبب طبعا سبب أنه معظم يعني كل الحالات الموجودة في الكويت هي يسموها imported، يعني هي حالات أجت من برا، والحالات اللي دخلت من الدول المجاورة يا أما هم موجودين في الحجر الصحي أو الحجر المؤسسي في العزل إذا كان عندهم أعراض. وهذه هي بس الحالات الموجودة، يعني حاليا في 69 حالة حسب تصريح الوزارة اليوم، كل هذه حالات موجودة يعني ومسيطر عليها، والبقية في الحجر الصحي. فما عندنا حالات يسموها حالات في المجتمع. نعم، لو كان في حالات في المجتمع وفي أعداد زي الدول الأخرى يكون في خوف أكبر، يكون في خوف أنه انتقال المرض راح يكون في درجة من الخطورة عالية، يعني الريسك راح يكون عالي. بس حاليا الوضع يطمن، أنا بحكي بصراحة بالكويت، لأنه الوزارة عم تابع الموضوع أنه كيف الحجر والعزل الصحي وترتيباته. طبعا إدارات اللي هي المنافذ الحدودية، المطار والحدود، مركز عليها من الناس اللي تيجي، وإذا إذا إذا الشخص جاي من بلد أو من بلد آخر، هل يروح في حجر صحي منزلي أو مؤسسي، أو في حاجة إذا في أعراض يروح إنه على العزل. طبعا في كثير من التوعية، يعني في مسجات من كثير من الوزارة، طبعا المسجات اللي هي accurate، يعني المسجات اللي هي مش إشاعات، طبعا هذه تفيد المواطنين. صحيح. فأنا أقول أن المسج أنا أحكيها دائما أنه ما في داعي للهلع والخوف في الكويت، يعني الحمد لله الأمور جيدة جدا وممتازة في الكويت، فأنا أطمن الناس يعني. طبعا إن شاء الله برأيي. إحنا مثل ما قلنا كثر ما نقدر في برامجنا نحاول نسلط الأضواء على كل ما نقول يثيره الشارع الكويتي، أو مثلا إحنا نتكلم عن شيء عالمي اليوم والكل يمكن يخاف منه، وفي إشاعات وفي هلع وفي خوف، لكن نبي نطمن إحنا السادة المشاهدين المواطنين المقيمين بأن إن شاء الله في دولة الكويت الخطر ما هو نفس الدول اللي حولنا، اللهم لك الحمد، الاحتياطات موجودة، وأيضا عندنا الحالات مثل ما ذكر الدكتور هي أعداد قليلة، وأيضا يمكن طلعوا أكثر من دكتور تكلموا فيما يخص نقول انتشار ونقل العدوى، بأن الواحد يدير باله ودائما يحافظ على نظافة يدينا بالغسل، وأيضا نقول يتجنب التجمعات والأماكن اللي فيها الكثير من الناس، يعني كثر ما نقدر لا نشد ولا نرخي، فنكون بالوسط. إذن نتكلم سندس معاك عن مبادرات، هناك مبادرات كثيرة أكيد لتش كانت في السي في مثل ما بلشنا معاك في البداية، كلمينا عن مبادرة كانت لتش يمكن باسم الكويت. قصدك مبادرة برمج لأجل الكويت. نعم. مبادرة برمج لأجل الكويت كانت طلعت من أول ما تم اختياري كسفيرة لرؤية الكويت 2035 لعام 2019، بحكم تخصصي البرمجي، ولأن أنا مؤمنة أن الشباب الكويتي عندهم أفكار لكن محتاجين شوية دعم بطريقة أو بأخرى، ولأن أغلب الشباب أو فئة الشباب هذه قاعدين يتجهون حق الأمور التكنولوجية، فإن يسوون أبليكيشن بحيث إنه يطلعون فكرتهم يسوونها بطريقة تكنولوجية، لكن مثل ما قلت هم مو حابين يأخذون هذا الريسك. فقررت قلت ليش ما أنا أطلع مبادرة كل شخص عنده فكرة إبداعية، الفكرة هذه لازم تخدم أهداف التنمية المستدامة السبعة، السيفن بيلرز اللي موجودين حق كويت 2035. إذا كانت فكرته تخدم هذه الأهداف، هني يعرض فكرته عندنا، الفكرة تدش لجنة، اللجنة تقيم قيمة هذه الفكرة. قيمة هذه الفكرة مثل ما قلت لك تكون ديبند على الرؤية نفسها. والشخص نفسه، يعني ممكن تكون مثلا صح هي تخدم الرؤية، لكن الشخص ما عنده بوادر انه هو يسعى انه يطبق الفكرة بعد ما يتم نشرها تكنولوجيا. هني نسوي لها كخدمة مجتمعية free of charge مع احتفاظها حق كامل حقوق ملكيته الفكرية. كانت هذه مبادرة برمج لأجل الكويت، وفعلا احنا خذينا تقريبا مشروعين شغالين اوريدي عليهم، بحيث ان شاء الله راح يطلعون عن قريب على مبادرة كويت. واساسا اسم كويت يا من كود مع كويت، جمعتهم مع بعض ويت فكرة كوديت. حلو حلو الاسم، اختيار موفق سندس، وكذلك يعني اللي احنا نعرفه ومثل ما قلنا في بداية الحلقة ان حضرتك كاتبة وناقدة علمية، هل ممكن فعلا نشوف سندس في المستقبل يكون عندها مقال نقدي علمي ضد فيروس كورونا؟ شوفي، مقال علمي نقدي ضد فيروس كورونا ممكن، بس ما يكون نقدي كثر ما يكون تحليلي. نعم. يعني أساساً خلينا نرجع شوي ورا. حلو،
اساسا فكره كورونا انسايت لما يتني لان اللي حسيته ان احنا بالكويت وايد قاعد نحاول ان نسيطر على الموضوع انه ما ينتشر، وهذا الاجراء سليم 100%. بس حسيت قلت ليش ما الحين نحاول ان نطلع وجهه نظرنا باللي قاعد يصير؟ ليش ناطرين المعلومه من برا؟ ليش ما انا اقول لك المعلومه؟ أنا هذا تخصصي وهذه وجهة نظري بالمعلومة، دكتور هذا تخصصه وهذا وجهة نظره بالمعلومة. جمع العقول باختلافها راح يميزنا، ومتأكدة مثل ما قلت لك راح يطلع معانا بحث نفخر فيه ونشاركه مع دول برا إن شاء الله بإذن الله. دكتور، هل هناك نقول من خلال جامعة الكويت والعلوم الطبية إذا كان في هناك بحوث موجودة مثلا أو أوراق بحثية تخص فيروس كورونا أو الأوبئة بشكل عام؟ هو حاليا الابحاث في يعني في جامعه الكويت في المركز في كليتنا كليه الصحه العامه تركز يعني انا نفسي وفي زملائي بنشتغل على موضوع الامراض المعديه وانتشار الامراض المعديه وكيفيه فهمها وكيفيه العوامل اللي بتساهم لهذه الامراض وكيفيه الحد منها الحد من انتشارها الاوبئه بشكل عام. طبعا حاليا في مجال للابحاث على الكورونا، طبعا لانه شيء جديد. احد زملائي يشتغل على موضوع الكورونا الفيروس اللي هو له علاقه بالميرس اللي هو متلازمه الشرق الاوسط. فاحنا هذه فرصه لنا، في عندنا كفاءات وفي عندنا خبرات بهذا الموضوع، وفي عندنا تركيز حاليا على عمل ابحاث علميه على موضوع الكورونا. فأنا نفسي بلشت في موضوع نشتغل مع زملاء في خارج البلد كأول خطوة، وحاليا راح يكون في أبحاث مع ناس دكاترة مختصين بمختلف الباك جراوند مختلف المجالات في جامعة الكويت وبري جامعة الكويت مع أيضا مع وزارة الصحة. فالأبحاث إن شاء الله جاية وتكون تخدم طبعا البلد، ويكون اسم الكويت من الناس السابقين في موضوع أبحاث الكورونا إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، يعني على حسب علمي بأن الفيروس بشكل عام ما له لقاح يعني في الواقع، فهل ممكن يعني احنا نشوف اليوم دول قاعدة تحاول تسعى، سواء يعني نشوف بعض التصريحات انه من خلال الخلايا الجذعية او انه قاعد ياخذون بعض العينات وفعلا يطبقونها على الحيوانات ومن بعدها يشوفون اذا كانت هي فعلا نتائجها مبشرة وممكن انه مثلا يخلونها او يطبقونها على الانسان. هل فعلا احنا ممكن في المستقبل نلاقي صج لقاح مو بس الكويت، احنا على مستوى العالم، هل فعلا العالم ممكن يلاقي هذا اللقاح والناس تتخلص من هذا الفيروس الشرير؟ نعم طبعا، هي انا اعرفه من اول من بدايات كورونا اللي عملوه في الصين، عملوا سيكونس يعني عملوا تسلسل للجينات تبعون للفيروس الكورونا الموجود، وعملوا لها بابليكيشن يعني نشروها. فعلى طول الناس اللي عندهم خبرة بتصنيع اللقاحات على طول أخذوا هذا السيكونس اللي هو تسلسل، وبلش موضوع اللي هو كيف تصميم اللقاح. طبعا احنا نتكلم عن التكنولوجيا يعني من فترة طويلة، من 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 10 أو 20 سنة أو أكثر، كان تطوير اللقاح لفيروس معين أو البكتيريا كان يأخذ وقت طويل، تصميم اللقاح نفسه. ومن ثم الخطوة اللي تيجي بعد تصميم اللقاح اللي هو التجارب على الحيوان أو بعدها على الإنسان، بعدين يجي الأبروفل. فحاليا بالنسبة لفيروس كورونا في شركات ومعاهد بحث في أمريكا هم اوريدي اللي عملوه أنه صمموا اللقاح من خلال الألغوريثم ومن خلال التكنولوجيا الموجودة، وكانوا قادرين على عمل الموضوع، عملوا هذا التصميم خلال 3-4 ساعات. كان يأخذ سنوات زمان، بس بسبب التكنولوجيا الموضوع صار أبسط. جميل. الخطوة اللي بعدها اللي هو راح يعملوا clinical trials اللي هو تجارب على الإنسان، ويشوفوا إنه هذا إنه الفاكسين هذا اللقاح يكون إنه سيف وإفكتيف، وبعدين يجي مرحلة الأبروفل. فإحنا بنتكلم عن سنة إلى سنة ونص ممكن يكون في عندنا لقاح جاهز لهذا الفيروس كورونا اللي هو كورونا اللي يسموه سارز كوفي 2. نعم. في الأمور ماشية بهذا الموضوع،
وممكن يكون لقاح خلال سنة أو سنة ونص. إن شاء الله يكون شاء الله. أسرع من كذي دكتور، يعني إحنا نتمنى أن فعلا الطاقات الطبية على مستوى العالم تجد هذا اللقاح بأسرع وقت ممكن عشان فعلا ننقذ أرواح الكثير من الناس. إحنا عندنا أكيد مشاهدينا الكرام فاصل توعوي عن فيروس كورونا المستجد، ومن ثم أكيد راجعين مع ضيفنا الكرام. أرواحنا سورها، أغنية الأمس رأيناها معكم شعار اليوم. شكراً لكل لبنة عاملة في بنيان هذا السور، لكل هذه الأرواح المخلصة من العاملين في الميدان. نثق بكم كفاءة ونطمئن معكم إخلاصاً وأمانة وتضحية. معاً نهزم كورونا بعون الله. رجعنا لكم، ما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا في شباب قول وفعل، وموضوعنا وحلقتنا الخاصة اليوم عن الكورونا انسايت مع اخواني المتواجدين ويانا اليوم استاذ سندس والدكتور وليد، الله يعطيكم الف عافية. والأمانة احنا نحاول كثر ما نقدر نستفيد منكم ومن الوقت اللي وتواجدكم ويانا في الاستديو، ايضا نفيد السادة المشاهدين ونحب نطمنهم ونقول لهم ان موجود عندنا شباب كويتيين قاعدين يشدون حيلهم، واكيد مهما تاركين الامر هذا الا ولا حل باذن الله. اذا نتكلم على نقول الحمله اليوم، معلومات عن الفريق اللي كونتي في المشاركه في هذه الحمله. طبعا انا افخر مثل ما قلت ان انا اعمل مع نخبه من شباب الكويت، يعني والنخبه ما شاء الله في كل واحد له سيره ذاتيه كبيره في مجاله. معنا اكيد الدكتور وليد العلي والدكتور داري الحويل، المهندسه اسيل المسعد، معنا المهندس ياسر الحمد، الدكتور ابراهيم المسعد، معي الدكتوره كذلك سجى فخر الدين. نخبه ما شاء الله من الدكاتره ومن المهندسين. جمع العقول هو اللي راح يطلع لنا الحلول، لان كل واحد راح يقدر يعطي وجهه نظره مختصة في مجاله بالبيانات اللي موجودة عندنا. مثلا الدكاترة الدومين اكسبرت راح يعطونا شنو هذا الفيروس، شنو هذا الفيروس عبارة عن شنو، بحيث لما احنا نقدر نقرأ الداتا، هو الداتا لما نحللها يطلع لنا بلوتس، رسم بياني، توقعت شو اسمه، رسم بياني. الرسم البياني هذا انا هني احدد اللي طالع لي شنو قاعد يعطيني مؤشر على شنو، نسبة الانتشار، سرعة الانتشار، مناطق الانتشار، ليش انتشر بهذه الطريقة بالدول اللي هني قبل اللي هني، ومن وين بدأ. كلنا نعرف أنه هو بدأ من الصين، بس هل فعلا هو بدأ من الصين، ومن متى هو بدأ بالصين. فثق، خلينا نقول المعلومات هي اللي تأكد لي هذا الكلام. علم البيانات أساسا هو فكرته كذي، عطني بيانات صحيحة. أحللها وأطلع لك فيها أوتبوت. وعلم البيانات هو علم موجود من زمان، لكن استثماره الحقيقي خلينا نقول برز بالفتره الاخيره. جميل، احنا بارك الله في جهودكم، وفعلا احنا دائما يسعدنا ان نشوف ابناء الكويت يحاولون الارتقاء قدر المستطاع في شتى المجالات. دكتور وليد العلي، اليوم نشوف جامعه الكويت اكيد تربطها علاقات ما بينها وما بين منظمه الصحه العالميه، شنو دور منظمه الصحه العالميه في الكويت حاليا؟ طبعا هي منظمه الصحه العالميه، بجوز الناس تتساءل انه شو دورهم بالموضوع. منظمه الصحه العالميه عندها مكاتب اقليميه، احد المكاتب الاقليميه اللي هو المكتب الاقليمي للشرق الاوسط، اللي هو يتعامل او وزاره الصحه تتعامل معاه بشكل مستمر. طبعا المكتب الاقليمي هو دوره مش بس اللي هو توعوي وارسال المسجات والرسائل التوعويه عن الفيروس، بس لهم دور بالتعاون مع الدول و إرشاد وتوصيات للدول وتساعدهم في الحد من انتشار الفيروس. الإقليم يعني المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية زار الكويت مرتين أو ثلاث. صحيح. أول زيارة كانت مع رئيس المكتب الإقليمي
وجاءوا زاروا الوزارة واجتمعوا وطلعوا على الفيلد وشافوا الأمور كيف بالكويت، وكانوا كثير مبسوطين من اللي يصير بالكويت. يعني كان عندهم كثير من الأشياء اللي هم حكوا إنه الكويت ماشي بالطريق الصحيح، وهم أفر اللي هم يعني عندهم السبورت وعندهم المسجات وشو ممكن تعملوا الكويت إذا صار انتشر أكثر، أو وكيف إنه ممكن إنه يعني نمشي بالموضوع. وكل زيارة كان يجوا الكويت هذا المكتب من الصحة من منظمة الصحة العالمية كانوا يعني يزوروا. أتوقع آخر زيارة كانت قبل حوالي يومين أو ثلاث. فكان ردة فعلهم إنه جميلة جدا، إنه الكويت ماشي بالموضوع بشكل جيد وماشيين على حسب التوصيات واللوائح الصحية العالمية حسب منظمة الصحة العالمية. نعم إن شاء الله. حلو، الله يعطيكم ألف عافية دكتور وليد وأيضا أستاذة سندس. لكن قبل أن نختم نبي وياك دكتورة سندس، أستاذة سندس، يعني تعطينا نقول آخر الأمور اللي إن شاء الله راح تستجد في هذا الأمر أو في من خلال بحثكم. تمام، أول شيء خلي أقول لك شغلة، الحين إحنا بوضع أغلب الدول قاعد تسكر حدودها، في أرواح قاعدة تموت، في ناس قاعدة تعيش أزمة، كلنا قاعدين نعيش أزمة. الحل الوحيد هو العلم، Science always matter. دائما العلم هو اللي راح يعطيك التحليل الصح. ليش؟ فعشان كذي إحنا استثمرنا هذا العلم، بحيث إن إحنا نقدر نطلع رؤية نفخر فيها، نقدر نقول هذا بحث إحنا قدرنا نطلعه، هذه المعلومات إحنا وصلنا لها، وصلنا حق كذي. فهذا الشيء اللي إحنا نفخر إن إحنا نقول إنه بلشنا نسوي. ان شاء الله بالنسبه حق النكست ستيب، شنو النكست ستيب؟ النكست ستيب ان ننشر هذه البحوث بموقعنا، ننشرها اعلاميا. مو بس كذي، احنا قاعدين نفكر ان احنا ندخل اشخاص من برا الكويت. في هم انا دكتوره اسمها اسماء قاعده اتواصل معايا من البحرين، كذلك هي هم شغاله على الموضوع انها تسوي بحث على موضوع الكوفيد 19. فهني احنا بس نشوف عدد الاشخاص اللي ممكن ان هي تشارك وشنو الطريقه اللي ممكن ان ندخلهم فيها معنا. حلقه الوصل او حلقه الوصل بيك. كذلك بالضبط. وبعدين بالنهايه شوف خليني اقول لك شغله، اغلب الاشخاص قاعدين ينتقدون، قاعد ورا الشاشه ينتقد، انا افضل لو كان كذي، افضل لو كان كذي، مفروض كان يصير كذي. زين ليش قاعد تعلق؟ ما يلامون، قاعدين بالبيت بس اكل ونوم ما عندهم شغل. شوف انا عندي ايمان، لا تعلق لمجرد التعليق، عندك خطة، عندك حل، اعرضها وطبق. الحين هذا الميدان وقت الفعل، الكلام خلص وقته، فاللي عنده فعل يقدر أنه يتواصل معنا ويشارك معنا، أو أنه يقدر يبني مسيرته الخاصة وفعله الخاص ويثبت للكويت أنه هو فعلا عنده خطة. لذلك احنا أصرينا على أن نستضيفك في برنامج اسم على مسمى شباب قول وفعل، وفعلا أنت يا سندس تستحقين هذا القول وهذا الفعل. دكتور وليد العلي، إذا حاب توجه نصيحة للسادة المشاهدين وكلمة أخيرة فالخيار متروك لك. نرجع أقول أنه ما في سبب كبير للخوف والهلع في الكويت، الحمد لله الأمور طيبة والامور مسيطره عليها بشكل عام. اقول ان نعطيهم العافيه في الوزاره، وزاره الصحه، وبالتعاون مع منظمه الصحه العالميه. احنا كاكاديميا واكاديميين يعني احنا نشوف هذه كفرصه انه نثبت انه وجود القدرات في الكويت، وجود التعاون العلمي اللي هو موازي لكثير من الدول المتقدمه. نعم صحيح، انا اشتغلت وعشت في امريكا لفتره طويله واعرف انه ساينتفك ريسيرش البحث العلمي بده تعاون مع ناس من مختلف المجالات عشان هدف واحد، السيطره على مرض الكورونا والامراض بشكل عام. هذا الشيء اللي واضح من خلال الدراسات والتعاون الجميل اللي صار بينكم، دخلت التكنولوجيا مع الطب، والتكنولوجيا اليوم دخلت في كل شيء مو بس الطب، لذلك نشوف نجاح كثير من الامور في ظل وجود العولمه. كل الشكر لكم استاذ سندس ودكتور وليد على وقتكم وعلى تواجدكم ويانا، وايضا ان شاء الله نتمنى تكونون ونكون عليكم اخفاف مشاهدينا في شباب قول وفعل، وقدرنا ان احنا نفيدكم في هذه الحلقه وختامها مسك مع اختي بدور اذا حبت تضيفين شيء. طول عمرك، كل تمنياتي للساده المشاهدين فعلا هم يستفيدون من خلال هذه الحلقه، نتمنى ان فعلا نالت وعلى اعجابكم ورضاكم. نلتقي معكم ان شاء الله على خير قدا في نفس التوقيت الساعه 10. مع السلامه.